كنت فاكر هتهرب ها؟ ليه؟ بعون الله مصر فيها رجالة. طبعا احنا فاكرين حادث المؤلم بتاع الشيخ زايد دهس 4 من الشباب. كريم الحواري ابن صاحب هايبر وان كان ضارب وشادد كوكايين او هيروين وماشي بعربيته فقتل 4 طلاب شباب زي الورد. النهاردة في اخبار انه اهالي الضحايا الاربعة اللي توفوا في هذا الحادث قد قبلوا التصالح او التنازل. مفيش اي ضغوط ولا في اي ابتزاز ولا كان في اي حاجه من اي شيء يذكر يعني. الاهالي تنازلوا والمحكمه قالت لازم حق البلد وحق الدوله وحق القانون وحكمت على كريم بثلاث سنين سجن. كريم حضرتك قضى 6 شهور ونص وخرج امبارح بالعفو طبي. عنده بواسير، عنده ايه؟ عنده ما التهاب مزمن في الاذن الوسطى، عنده حساسيه في الجلد، عنده ايه كريم الهواري؟ ايه سبب العفو الطبي؟ انا بس عايز استغل الحشد ده في ان انا اوضح نقطه. في راجل اسمه فكري الهواري. اخ اسمه فكري الهواري تم ضبطه خلال الأجهزة الأمنية. نيابة بتبحث تسريبات ليها علاقة بشخص اسمه فكري الهواري لأنه أطلق مجموعة من الشائعات والإدعاءات من شأنها تجدير السلم العام. طبعا أكيد شفتوها. لقيت واحد جنبي بيكلمني، أنا قلت لبس خير فكري كذا كذا كذا، قلت له رقم بتاعتك كذا، قلت له أيوه، قال لي أنا العميد محمد حسين أموال عام، قلت له سعادتك مين بتقول؟ قال لي أنا العميد محمد حسين. قلت له قال لي إيه؟ قلت له يا ابن أنت انت بيجح قوي. فكر الهواري ده مدير احد السلاسل الكبيره اهو قدام حضرتك، هو رئيس نادي. المفروض ابراهيم ما فيش صور طبقا للكود بره، المفروض ما فيش صور. ممكن يطلع بريء الراجل. لا انت كده بتهزر. ليه بهزر؟ لا والله انت كده راقت معاك قوي وريحت المطيه جامد وبتهزر بقى. الفيديوهات بتاعته بتتكلم على واحد بيدير منطقه 6 اكتوبر. سلم واد عندي بودي جارد بمنديه قلق بالظبط اسمه احمد ابو الصوت. الواد راح النيابه، بعت قائد الشرطه العسكريه في 6 اكتوبر قال لهم المنديه بتاعتنا احنا بنسلمها منك. عندك أرض مش عارف تاخدها بتاع هو يخلصها، عندك مشكلة في مكان في مصلحة حكومية هو يخلصها. الجنيوس بتاعنا هو اللي هيخلص. ربنا سبحانه وتعالى يعني سبب عند 97 ضابط دخلتوكم الشرطة. عندي حضرتك طلبة مدوم من النيابة العامة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضاء الدولة وثانوية جوية وفنية عسكرية. اسمهم سعيد أردغان ومصطفى منفاخ وتوفيق العنخ وعلي زندعانه وزوفي علي وليله جامده قوي سعادتك. كلام حقير جدا، الكلام حقير، كلام الفاظ بذيئه جدا اتقالت على ناس في الدوله واجهزه في الدوله وناس في الداخليه وناس في النيابه وناس في القضاء وناس في كذا وكذا. انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد، انا رئيس جمهوريه نفسي. الراجل ده طلب من المحاميين او عدد يعني من المساعدين بتوعه ان يروحوا يتنكروا يقولوا ان هم اعضاء من النيابه في بيت الراجل اللي صور الحادثه بتاعه كريم الهواري. ده من اللعيبه، ده انت عفريت. فكري الهواري مربوط بالشاب اللي عمل حادثه في انا عايز اقول لك انه ماليش علاقه بيه خالص علشان الناس ربطت بينه وبين كريم المتهم في الحادثه هو ملوش علاقه بيه. ايه انت فاهم حاجه؟ لا بس عشان يبص لي وبعدين بتفصل شويه يا باشا. هو راح لقاضي التنفيذ النهارده بنشوفه هيعمل ايه. ماشي بس احنا امبارح عملنا معاه الواجب والعدل لما قاومت خدنا الامن المركزي وده يعني عمره قلت لك القرار عمره كان هيتنفذ عشان الله يخليك. لان كان في رعايات جامده امبارح مش عارف هقولك ولا لا هقولي والله في التليفون كده بس انا هكلمك انا بالليل ان شاء الله يا باشا. طيب انت مجنون ولا ايه؟ طيب ماشي بلاش. ودي تبقى اكبر قضيه فساد في تاريخ البلد. انا عايش على سمعت هقول لك زوق عايش على سمعت على الضبط يا مظبوط. لا 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 اكبر قضيه فساد في تاريخ البلد. عايزين طب انا هقول لكم على حاجه، انتوا تعملوا جمعيه وتقبضوها لي انا الاول. قلتوا ايه؟ اكبر قضيه فساد في تاريخ البلد. ما هو النبي فندم احنا نحتاج 200 بكره من حساب تمرد انت عارف ستك ان هو كان الجزء بتاع الامارات اللي حملوه. اي استفسار؟ في تساؤل اتسائل يا سائل قول. اكبر قضيه فساد في تاريخ البلد. انا عبد الغني عارف لكن القانون ما فيش حد اكبر منه على فكره. هم القانون، قانون عليهم هم. غلط. طب قانون اطلع انا اللي عندي، اطلع انا اللي عندي واحبسهم كلهم. يا جيمي دي الحكايه استعيلت قوي، اقتلهم يا درويش. اكبر قضيه فساد في تاريخ البلد. السيده وزيره الصحه الدكتوره هاله زايد المعتكفه في منزلها منذ شهور لأسباب قيل أنها صحية نجل وزيرة الصحة خرج منشور
يتهم ابن السيدة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ملايين الجنيهات، مبلغ يعني ما يقعد هو ونخرب فيها ونخليها كهن. لا يا معلم كده بقى في خرب، المعلومات بتسرب. انا اللي هقولك الكلام ده ولا ايه؟ انت طرنش وفاهم. كهن بلد كهن. الساكت عن الفساد اللي بيتم في مصر والقهر اللي فيه الناس في مصر والناس والسجون اللي مليانة، ده مش ده الشيطان مش اخرس، ده الشيطان ابن مرمي. اكبر قضية فساد في تاريخ البلد.